المريخ يعني كلمة تسير الأطراف، توماس بيبو نعم يعني هم مفتاح اللعب بقى في المريخ أصلا، نعم وده اللعب الصح يعني، إنك الأطراف هي اللي بتبقى اللي بتدعم وتغذي الهجوم، وإذا عندك أنت كمان مهاجمين بيعملوا الفينشينج الصح أو بتمركزوا في الحتة الصح يعني. محمد يعني رمضان يتوقع وكان راجل ذكي ووقف وين محل يعني، لأن الكورة وقت صداها أبوجه صد الخطأ داخل الملعب، رمضان عجب يتحرك أسرع من المدافعين يعني، المفروض المدافع هو اللي يمشي يطلع الكورة مش رمضان عجب بالرغم انه يدخلها. رمضان بيمر بأسوأ فتراته في المريخ يعني. لكن نعم راجل يتمركز صح يتوقع صح، فقدر يعمل فينيشنج صح لهجمة منظمة ومنسقة للمريخ. مشكلة المريخ الآن المشاكل الإدارية نعم مسبب فيها دائما إدارته يعني، المريخ داخل وردي هو منتشي وعارف انه الفارق 3 نقاط وحيلعب على نتائج الغير يعني، ما في يده، في يده هو انه يكسب مبارياته كلها، نعم وعلى اساس انه الغير يعطروا له الهلال، غير كده ما في له طريقه انه ياخذ الدوري، فحيدخل الوردي بحيث انه ينتصر، لازم ينتصر، نعم يقوم يجي نفسه محمد سيد احمد يعمل تصريحات تاني سالبة وأثرت مناسبة في المريخ شديد جدا. اللي هي تصريحات موضوع توني، توني أصلا من الأول حتى في تصريح خطأ كان من حازم الغنصر حازم رئيس النادي، قال إنه توني عنده مستحقات 180 ألف دولار وبنتصل عليه ما برد علينا، تصريح ما مفروض يعني من يقال رئيس نادي يتقال.